دي لقطات من مران الأهلي اليوم اللي انتهى منذ قليل واللي استعد واختتم من خلاله الجهاز الفني بقيادة كولر استعداداته النهائية لمباراة الغد الهامة للغاية. إن شاء الله الأهلي يكون موفق أيا كان إيه التشكيل، أيا كان إيه الشكل اللي هيلعب بيه، لكن المهم البداية تكون جيدة. واضح إن الكابتن سيد عبد الحفيظ حتى في اللقطات اللي قدامنا دي ليه زي جلسة مع اللاعبين بيدي فيها بعض التعليمات، أنا مش عايز أقول تعليمات، يعني بيتكلم فيها عن مدى صعوبة هذا التحدي ومدى أهميته. عاجبني برضو من اللقطة اللي زي دي التواصل اللي موجود ما بين برونو سافيو ولاعبي النادي الأهلي والتناغم اللي واضح إن هو ابتدى بشكل سريع جدا. برضو الأهم في الملعب ننتظر برونو سافيو، مش عايزين نحط عليه ضغوط كبيرة أو كتيرة، لأن هو يمكن الصفقة أو من ضمن الصفقات القليلة اللي أبرمها النادي الأهلي هذا الموسم، فالكل مترقب مستواه بخلاف شادي حسين اللي فيه اهتمام كبير قوي قوي اخر 48 ساعه دي في التدريبات من قبل كولر. قد نشأت شادي حسين في التشكيل الاساسي، قد يعني خلينا نشوف، مش عايزين برضو نكشف ورقنا او نتكلم في امور تتعلق بتشكيل النادي الاهلي، ونسيب الحريه طبعا للجهاز الفني بقياده كولر اللي اكيد يعني عايز اقول ان حظه مش حلو قوي ان يكون اول ماتش ليه في دوري ابطال افريقيا مع فريق قوي زي فريق الاتحاد المنستيري، واول ماتش ليه على الاطلاق على المستوى الرسمي مع النادي الاهلي يكون من خلال هذه المواجهه القويه. لكن في نفس الوقت احنا النادي الاهلي، احنا فريق كبير، احنا عندنا عناصر مميزه للغايه، عندنا لاعبين عائدين من الاصابه جاهزين بنسبه 100% لهذا اللقاء، عندنا لاعبين خدوا قسط كافي من الراحه فجاهزين ومتعطشين لكره القدم وللتحديات اللي زي دي. فان شاء الله هنشوف حاجه كويسه ويعني نبتدي بدايه جيده ومناسبه للموسم الجديد، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيه.